يعني ما رح يرد؟ أمه إجت عندي وشربت القهوة معي. شو دخل أمه بالقهوة وإنه ما رح يرد؟ نهى، حطي عقلك في راسك بتعرفي خلاصك. شو قصدك ماما؟ بسلامتها إجت تقولي وتبشرني البشارة الحلوة إنه ابنها سافر لأمريكا وما بتعرف إمتى رح يرجع. ما رح يرجع. لا يا حبيبتي، هذا الحكي ما فيه مزح. عمر ما رح يرجع، 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 ما رح يرجع. افهمي، ما رح يرجع. افهمي، افهمي هذا الحكي. عمر ما رح يرجع، ما رح يرجع. نهى 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 نهى. ماما ماما ردي عليك، ردي عليك. مالك في اشي؟ حجزت والسفر بكره بالليل. ايش؟ بدك تسافر وتتركني؟ حكينا بالموضوع هذا ست الكل. وقلب الام؟ سلامة قلبك. سنة حياتك أكثر من سنة ما بغيب. وهي السنة قليلة تغيبها عني؟ يما الأيام بيمشوا هيك. حكيتي مع ابنها؟ حكيت. آه لو شفت وجهها كيف صار لونه لما خبرتها. المهم نوع ما شفتها، إمها بتخبرها. مش عارف كيف بدي أخبرها، خايف لما أشوفها أضعف، هبطل أسافر. سامحيني يا ماما، سامحيني. شوفي، اطلب الاسعاف، اطلب الاسعاف بسرعه، لو راحت من بين ايدي. سمعت عن السرقه اللي صارت بالمينا؟ بتحققي معي؟ هشام بسألك لأنك بتشتغل أنت هناك. سمعت، إجت الشرطة وحققت وسألت. في أي معلومة أي دليل؟ وأنا شو بيعرفني؟ بسألك يا هشام لأنك أخوي، شو مشكلتك؟ مش عارف. بس ليش بتسألي؟ سيد خالد رح ينجن. اشتري غيرها. وهي قليلة تمنها وتكلفتها، وكمان هذا الاشي بيأثر على مستقبل الشركة الجديدة. يا رب الله يشفيك يا نهى، يا رب يطمني عليك. يا دكتور طمني. ما في شيء، شكلها زعلانة. هي زعلانة، زعلانة كتير. واضح انها تعرضت لصدمة. على العموم ما تقلقوا، ان شاء الله سليمة. تسلم يا دكتور، شكرا، دلبناك. لا ولا يهمك. نهى حبيبتي، نهى يا ماما، سلامة عمرك يا حبيبتي، سلامة قلبك يا حبيبتي. سلامتك يا سلام.